بفضل برنامج السيد رئيس الجمهورية البرنامج التكميلي استفدنا بغلاف مالي يعني يقارب 400 مليار الذي سمح لنا ببرمجة يعني 417 مؤسسة من أصل 919 لربما بقية جديدة. هذه الأشغال يعني راهي جارية منها ما تم استلامه والبقية المتبقية في طور إنجاز بعد دخول مدرسية دمار الزلامة باش نعمل بعد يعني الرابعة والنصف باش إن شاء الله نوفر أحسن ظروف الراحة لأبنائنا. والترميم سوف يخص الكتامة، التدفئة المدرسية، المطاعم، النوافذ، الفضاءات الخارجية، المساحات الداخلية، الباحات ودورات المياه.